انا بس حبيت ان انا اطمنكم واقول ان احنا قد تكون الاسعار بتاعت السلع مرتفعه، وده امر يعني محل تقدير مننا، والحكومه بتعمل دلوقتي على يعني مجموعه اجراءات تخفف من خلالها من اثار هذه الازمه. يتبقى طبعا الوضع في منطقتنا وفي العالم، وزي ما بقول دايما مصر دايما لها ثوابت في سياستها، بتتسم دايما بان هي تكون عامل استقرار في محيطها كالعاده، ودي مش انا بس اللي كنت حريص ان انا ادير سياستنا الخارجيه بالطريقه ديت، لكن اتصور ان احنا كان دايما مصر بتتسم سياستها بالتوازن والاعتدال، وما زلنا على كده، لا نتدخل في شؤون الاخرين، ونبقى عامل ايجابي دايما في ايجاد حلول للازمات المختلفه اللي بتمر بمنطقتنا، وهي كتير زي ما انتم شايفين. دول الجوار عندنا، اشقائنا في ليبيا، اشقائنا في السودان، بدون شك الازمات دي ليها تاثير علينا ايضا، ولكن احنا بنحاول نكون عامل ايجابي في ايجاد حلول لهذه الازمات. ويمكن انتم كنتم متابعين خلال الفتره اللي فاتت مؤتمر دول الجوار، وكان الهدف منه ان احنا بالتنسيق مع دول جوار السودان ان احنا نوجد مخرج او حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معاناة الأشقاء، ويعني تعود السودان مرة تانية. يا رب يوفقنا في هذا الأمر خلال فترة قصيرة إن شاء الله.